طب بما ان احنا بنتكلم عن الرجاله اللي بجد، واخر حاجه انا سمعتها منك ان الرجاله ماتوا في الحرب. مش طب كلهم مش والله، مش كلهم، قصدي في كلهم، منهم فاضلين بس يعني الكيس اللي كنت بتكلم عنها في الاغنيه، ما في ناس قالت ان ده كان مقصود، يعني ان الموضوع ما انا اللي كاتباه وملحناها، بس مش قصده بيها يعني حد بعينه، والله عشان ما بقاش بغلط في حد، لا خالص. ما بس شاء الله ساندي بتغني وبتكتب وبتلحن وبتنتج، 7 صنايع بس البخت مش ضايع. ما شاء لا الله لا يعني. مش ضايع الحمد لله. طب ما تسمعيها لنا او تسمعينا اي حاجه تحبي تسمعيها، ممكن نسمعها. يلا بينا. حلوة قوي، جالك رد فعل. انت مغلوله من الرجاله، انت عاجبني الكلام على فكره. انا ماليش دعوه باللي هي بتقوله، انا بس بغني معاها الاغنيه عجباني، انا ماليش اي علاقه باي حاجه. الاغنيه دي عملت رد فعل جامد قوي لما نزلت، والناس كلها قعدت تقوله، بما ان واحنا اتكلمنا في الموضوع ده، فكره ان انت فعلا كنت كاتباها لحد، بس موضوع ان الرجاله ماتوا في الحرب بقى، والرجاله كده هتزعل منك والمعجبين هيزعلوا، بس انت بتصلحي غلطتك دلوقتي، بتقولي مش كلهم. لا مش كلهم، لا بس اقول لك انا ما بخافش يعني، انا بصي لا انا بقول لي مش كلهم عشان
دي حقيقة. أولا دي حالة كده، وبعدين أنا قبل ما أعمل الأغنية أنا سمعتها لكل قرايبي وكل والرجالة اللي بجد يعني، فكانوا مبسوطين بيها قوي. كنت محددة بطلنا في حب في أندال ولا في عيال، فأنت محددة كلامك يعني. لا لا كان الموضوع محدد، مفيش يعني الأندال والعيال أكيد مش رجالة يعني يا جماعة ولا إيه، وأنا قلت حاجة غلط.